السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مملكة فتح مع تحدي جديد وفكرة جديدة من نوع شوفوا ليمون ريحته نفاذة وطعمه لزع ريحته لزع وطعمه جاشع ريحته لزع عادي يا عمتي بابنا ليه تحكي اضحكوا براحتكم انا قلت حاجه يلا خلي ريحته لافزي وطعمه لازي ريحته لا لا يا طعم يلا ابداوا بقى ابداوا الفيديو يلا هما اختاروا النهارده الفيديو ده تحدي بما انهم ياكلوا الليمون ده كله بصوا كل واحد 3 ليمونات استنى يا كريم ريحته لازم شايفين الليمونه دي الليمونه اهي ده ليمون مش عارفين هو زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبله مش عارفه ده ليمون ولا ايه بالظبط يعني هو حاجه فظيعه كده فهم قرروا هم بقى رجاله وفكروا ايه ان هم ياكلوا كل واحد 3 ليمونات وفي عقاب في عقاب وعقاب جامد جدا بالنسبه لهم يعني عقاب صعب ماشي فانا لو قلت لهم على العقاب فمش هقول لهم على العقاب اللي هم هيعملوه لو خسروا فكل واحد مطلوب منه مفاجأة. ايوه خليه يبقى مفاجاه الليمونه دي ضرب لا مفيش حاجه ضرب ده حلو أيه. لا 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 ده بذور انت من الاول هتعمل كده لازم كل واحد هياكل الثلاث ليمونات دول الثلاث ليمونات صعبين وبقشرهم مغسولين جيدا جيدا جدا وحلوين وهم بدأوا دلوقتي ماليش دعوة بقى مين اللي يخسر العقاب والله العظيم هم عارفين ان انا جايبه لهم عقاب صعب بس ايه هو مش عارفين بس هم بالنسبة لهم حاجة وحشة بالراحة بالراحة على نفسك الوقت مش مهم لكن اهم حاجة التلات ليمونات يتاكل براحتكم قطعوا بالراحه عشان ما تكرهوش البتاع بصراحه يا جماعه والله العظيم هو تحدي صعب لو انا نديلهم 1000 جنيه ومش هعمله براحتكم كده ونزلوا البذور وعايزه اقول لكم ده محمد ابراهيم اخو كريم بس هو مش اخو كريم هو ابن عمه يعني هما الاثنين ولاد عم لكن كريم وحلمي اللي هو مش هنا دلوقتي ربنا يصلح حاله اخوات لكن محمد وكريم زي الاخوات واحسن بس هم ولاد عام مش معاكم خليك شغال بس حاسبه للسكينة تعوركم لا 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 ما فيش خيانة انا ادور على جنبك اكون لا 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 احسن رجاله احسن رجاله فيتامين سي بقى يا جدعان فيتامين سي وتحيه لفيتامين سي والكورونا وللبرد ويعني ايه ده هيظبطكم لمده شهر ان شاء الله ما فيش حد هيعقمكم ده معقم طبيعي واضح ان محمد هيخسر واكيد كريم هيخسر كريم شغال الله ينور بقشره لا ما عرفكش شايفين كريم هو انت ايه كريم انت في ايه انت مصاحب مع الليمون ده لكن يا جسمي انا تعبان انا حاسه ان كريم عامل زي بتوع الصين اللي بيلاقوا بيض ويشفطوه كده سليم ولا فرخه ميت هو عندك عادي كده ولا ايه مش هلاقي على الطبق الا البذور بس البذور بس اللي لاقيها على الطبق كلهم
قول يا ابني من باكل اهو. عضيت لساني من كتر الجوع. طب ما براحتك، انت جعان ليمون؟ لا ما انا جعان. ايه جعان؟ نيطايا ما تزعلوش مني بقى في العقاب، ما تزعلوش مني في العقاب. بس الواد واقف برا. مش قافلة، مش قافلة. حطها في بقك وبقى طلع البذور وخلاص. الواد برا. اكبر ولا هيك؟ الجمهور عارفين ان انا ما بربطش، بس انت ايه؟ خدوا بالكم من الفاظكم يا جدعان، عيب كده. متشربش ميه كتير. مش قال اجدع كريم. بيحرق صح؟ خايف مش حاسس بيه. امال ايه ده؟ انت خلصت يا كريم وعلى كده ايدك؟ مش ايده اهديه. نحن تطول كل البيت. بطل كريم بطل. للدرجة دي يعني؟ قول بزور. شفت ما عدتش حاسس بيه. انت خلصت كل لو راجل كل هتستسلم يا مودي ولا ايه؟ ولا مكمل؟ I love you. I love you. وبكده كريم كسب. محمد خسر. استسلم يا محمد. تاكل اشراي اشراي. شوف الطبق بتاعه. انا عايز طبقك يبقى البيض المترسل زي فيه. وبتبقى البزاي بزاي متقصر بزاي يكون انت بلد. انا مش عاوزه البطاطا. انت كمان لمونه ليلى احنا الاثنين. لا لا والله انتوا صعبانين علي، بس انتوا اللي مختارين التحدي ده. انا عايز محمد يثبت. هاتي كمان ليمون، كمان ليمون. انا عايز احمد يدور عقاب. كلها حبايب. اغرش. والوقت محمد خلص البرتقال بتاعه. بصراحه يا كريم هو خلصه، لان انا كنت بكلم حلمي ففصلت الفيديو شويه. يا جماعه مش هكذب عليك، بقول لكم عشان مظلوم. عملت اسمي كريم وبكل احترام. المعلم ده
نفسي كده اعمله كده ينفع. ما معلش 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 امسحها فيها المرة دي. والعقاب بتاعنا كان النهاردة لو واحد خسر فيهم وما كلش كنت هحط له روج لو سمحتوا. لو سمحتوا سيبوا السكاكين. روج كنت هحط له روج ولبسه طرح. هو ده العقاب بصراحة بصراحة. لكن محمد صمم وكل ايه البرتقال بتاعه او الليمون بتاعه اللي احنا مش عارفينه ينفع نقول عليه الليمو برتقال. ماشي بصراحة 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 لو انا عمري ما هاكل نص واحد ولا ربع واحدة حد. دي حاجة. تاني حاجة الوقت محمد عشان كريم خلص قبله هيشيله هيشيله بس ده العقاب كده. ظلم بتاعي. يا جماعه كده ظلم. لا مش ظلم. انت اتاخرت لازم يكون في عقاب او في مثلا اي حاجه. لازم لازم حاجه بسيطه كده. عادي. لا عادي بتاعي الطقرش مش سعيد. يلا بقى تعدل يا محمد. ارفع ايدك لا على التجويد. يا يا خليك احد يمنا اخوانك. اطلع من الناس يا محمد. انزل بقى روح غسيني. قول يا ابني والغالي تيمي انهينا الفيديو. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهذا فضلا وليس امرا. ومع السلامه.